السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نورد اكس جيمنج. النهاردة يا جماعة هنلعب لعبة دريم ليج. النهاردة يا جماعة هنلعب ضد فرقة في الدوري الانجليزي وهي فرقة نوتنغهام. اوكي، فخلونا نبدأ يا جماعة. انا اعرف ان نوتنغهام دي يعني من فرق الدوري الانجليزي، ليفربول كانت هزماها. اوكي، وفيها كمان حارس اسطوري اللي هو الحارس نافاس يا جماعة. فاوكي، فيلا بينا ندخل ماتش ضد نوتنغهام. اوكي، هنعمل اسلوب اللعب هجوم زي ما احنا متعودين. اوكي ثواني، وبدأت المباراة يا جماعة. عايزين يقطعوها مني، انا كنت ببعد الريكوردر بس. اوكي، ضربة حرة مباشرة. اوكي، نافاس برضو يا جماعة، نافاس من اهم حراس نوتنغهام، حارس يعني جامد يا جماعة. اوكي، لا 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 لا، والله العظيم يا جماعة لو دي هزمتني هزعل بجد. يعني هزمت فرق اقوى منها بكتير. اوكي يلا، عشان ايه نحاول نكسب يا جماعه، نحاول نكسب. اوكي، ساريانو ساريانو ساريانو، نفس مش بقول لكم يا جماعه حارس جامد. اوكي، الكساندرو هو اللي يشوط وباهر. لا، هو انا خرجتها بره ولا كنت عايز اشوطها في الجول؟ انا مش فاهم انا عملت ايه بالظبط. اوكي يلا، لا 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 لا. تعرفين يا جماعة من اهداف القناة اللي انا من اهداف يعني من اهدافي ان اعمل فيديو ضد ريال مدريد يا جماعة. اوكي، نفسي اعمل فيديو ضد ريال مدريد، هيبقى من اهم فيديوهاتي. اوكي ليتس جو. اوكي خرجها. لا لا. اوكي لا لا بسم الله. لا والله يا جماعة انا مشوفتش ضغط زي كده. يعني بصوا من كل الفرق الجامدة اللي انا لعبتها دي. اوكي يلا رونالدو 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 رونالدو. اوكي الدون. لا لا يا جماعة، كان والله العظيم هيجيبها، ازاي صدها؟ ماشي ماشي يا نفس ماشي. اوكي يلا بسرعة، اقطعها يا مبابي اقطعها. اوكي سريانو سريانو، ايه ده يا جماعة، مش عارفة اقطع من نوتنغهام الكورة حرفيا. ايه ده، انا مستغرب يا جماعة. اوكي يلا الكساندرو الكساندرو. اوكي ايه ده، والله افتكرت اسمه لوردي يا جماعة، طلع لودي مش لوردي. اوكي لا لا. اوكي هات بيري طلعها. اوكي نصف الوقت نصف الوقت يا جماعة. الشوط الاول تعادل سلبي. اوكي ضد نوتنغهام. اوكي يلا يلا، ايوه برافو عليك يا رونالدو. لساريانو لمبابي امبابي امبابي، هيخلصها امبابي هيخلصها امبابي، والهدف الاول اخيرا، الهدف الاول لمبابي. اوكي يا جماعه كنا طبعا يا جماعه شفنا تالق مبابي في الفيديو اللي فات بتاع نابولي يا جماعه، سجل تقريبا 5 اجوال، او مش تقريبا ده انا متاكد يا جماعه 5 اجوال يا جماعه في ماتش واحد. اوكي الدون كريستيانو رونالدو رونالدو ويسو، وكريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثاني في نوتنغهام. اوكي يا جماعه فرقتنا سخنت الشوط الثاني. اوكي الله عليك يا رونالدو. اوكي بس ليتس جو، عايزين نقطعها. اوكي يعني انا ههزم نابولي وههزم تشيلسي وههزم فرق اقوى منك، مش عارف اهزمك انت في الاخر يا نوتنغهام، والله العظيم ما انا سايبك يا نوتنغهام. اوكي ده كمان ويست هام يا جماعه، فاكرين السته بتوع ويست هام. اوكي امبابي
امبابي الهدف الثاني، الهدف الثاني لامبابي، والهدف الثالث لفرقة لورد اكس جيمينج. اوكي يا جماعة، اوكي ليتس جو. اوكي، لمسة رجل الدون. لا ايه ده، ازاي تتقطع كده؟ ازاي؟ لا يلا. لا يا جماعة والله العظيم بيستحوذوا على الكرة جامد اول ما بيمسكوها. اوكي بصوا الدفاعات بقى يا جماعة. اوكي يلا امبابي، دي مش تسلل يا جماعة، انا قطعتها منه. امبابي ويسجل الهدف الهاتريك يا جماعة، والهدف الرابع لفرقة لورد اكس جيمينج، هاتريك لامبابي يا جماعة. اوكي خلاص احنا في الدقيقة 77، داخلين في 78. اوكي دخلنا فعلا، يلا اقطع. مهما قطعت يا جماعة كانت هتخرج رمية التماس، فمش لازم. اوكي لا خطيرة نوتنغهام. اوكي الحمد لله. اوكي يا جماعة، لا يا جماعة انتوا مش ملاحظين حاجة، انا معظم فيديوهاتي عند ريم ليجا ضد الدوري الانجليزي، يعني هو بس تقريبا فيديو واحد اللي لعبت فيه نابولي، هو ده بس اللي في الدوري الايطالي، لكن باقي في الدوري الانجليزي لو لاحظته معرفش ليه. اوكي انتهى الوقت بنتيجة 4-0 لفرقة لورد اكس مينج. اوكي رجل المباراة هو مبابي. طبعا يا جماعة وقفنا لحد هنا، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا سلام.